انا بعدا واحد القضيه راه كان في مع الليل قبل الفجر وكان ندخل داك الفيسبوك كل مره نلقى راسي في شكل مره مخرجيني متابعيني التماسيح مره دايرين كل مره في شكل هزقوا مني العالم وانا عارف بان خرجت على نقطه النظام غادي ندير كل ما في وسعي اما انا ولا بويا ياك انا شفاف حتى في الحركات ديالي هاواليك البنية الله يهديك هاواليك البنية الله يهديك كاسكات فاش بدومي الغزال الله يهديك هاواليك البنية الله المهم هو نكون شفاف ما نكونش عقدة وما نجاوبكش وانا عارف بان خرجت على نقطة النظام إذا الوزيرة انا غادي ندير المجهود ونهضر شوية معاك شوف السيدة الوزيرة شوف السيدة الوزيرة ضرب 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 تما ضرب تما شوف انا باقي تنتظر التوقيت ديالي باش راه من بعد راه الاله قبالتك السيد الرئيس راه واقفه ما كاين والو السيد الرئيس راه موقفه حتى اللحظه الاخيره ايوا صبحي ليا حتى انا غنجاوبك ديالي اللي كبير عليك الله يهنيك قال 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 يا بابا وين حطها قال كاسياس منين ليك هذا يا رونالدو مش ممكن مش معقول رونالدو يسجل الهدف الاول الهدف الاول من الدور ليسمع العالم ليسمع من به صممه وليعلم من لم يصله الخبر وليعترف من فيه نظره انك الاسطوره انا اختاريت نقدم لكم حريره سريعه اولا بالفرنسيه حريره اكسبريس غادي تشوفوا معايا ما كتاخذش الوقت واكيد كتجي لذيذه تابعوا معي بالنسبه للمقادير اللي غادي ندير الحمص العدس الفول اليوم احنا عندنا تنعيشوا فريق داخل هذه الوزيره داخل هذه الوزيره داخل هذه الوزيره انت هو السفير انت اكبر سفير راه دار 5 دقائق عاوتاني رد جوج راه كان موقفه في 5 ها هي لا 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 اسمح لي اسمح لي السيد الرئيس هذه مناوره ما يمكنش عندي 7 دقائق وامنع انا تنعتبر من هنا بدات الانتخابات راه سيديروا لنا جوج بقى شوف السيده الوزيره